الله يعطيك الف عافية يا رب. طبعا اليوم الجزء الثالث، الدرس الثالث من بنك الاسئلة اللي هو الاقتران اللوغاريتمي. اخترت ثلاث اسئلة حلوات، لطيفات، مهمات، بدنا نحلهم انا واياكم. أول دائرة قررنا نحلها انا واياكم اللي هي دائرة رقم، سؤال وزارة ترى هو. دائرة رقم سوال وزاره تري دايره رقم دايره رقم 17. طيب خلينا نبلش بدائرة رقم 17. السؤال شو بيحكي لك؟ بقول لك إذا كان إذا كان اف الاكس يساوي أعطاني معادلة اف الاكس طلب مني اف ال 14 هسا أنتم بتعرفوا لما أحكي لك اف ال 14 شو معناها؟ أنه بدي تعوض ال 14 محل كل إكس تمام؟ تمام يلا تعالوا نعوض محل كل إكس 14 باجي بحكي هي الأساس ثلاث أس لوج الأساس ثلاث محل إكس شو بدي أعوض؟ 14 زائد الخمسة ما دخلك فيها بتنزل زي ما هي لوج الأساس اثنين أنت محل اكس شو بدك تعوض؟ 14 يعني محل اكس 14 ف14 زائد 2 ايه 16 شكرا المفروض إنك بتعرف إنه في خصائص أخذناها باللوغاريتمات لما يكون عندي الأساس وأساس اللوج زي بعض يلا باي باي, باي بروحوا طب شو ضل عندي أنا هيك ضل عندي 14 زائد الخمسه بالله عليك لا تنساها ما دخلك فيها، أنا عارفك رح تطول تنسى الخمسه. طيب ماشي. لوج الأساس اثنين، بدي أسألك سؤال أنا متى بقدر أشطب ال 16 مع الأساس؟ لما يكونوا زي بعض، شو يعني زي بعض؟ يعني إذا كانت هاي ال 16 عبارة عن اثنين. طب بسأل حالي، اثنين أس قديش بتعطيني 16؟ اثنين ايه أس أربعة، شكراً. يعني شو عملت انا بس حولت اللهم 16 حولتها ل2 اس 4 ال14 ما دخلك فيها وابوس ايدك لا تنسى الخمسه طب شو هون في في عندي ضرب اخذنا الخاصيه اذا كان اللي جوا والاساس زي بعض يلا باي باي طب شو بضل عندي 4 طب الاولويه لمين للضرب يعني ال14 بتنزل زائد 5 ضرب 4 20 طيب اجمع 14 زائد 20 تعطيني 34 إذا الجواب النهائي حبايبي اللي هو 34 سؤال كان لجيل 2006 سؤال لطيف حلو ويمكن احنا اخذناه على البطاقة بس للتكرار سؤال أو دائرة رقم 26 في بنك الأسئلة قال بدي قيمة الثابت سي مجهول C التي تجعل الاقتراض اف الاكس يساوي لوج الاساس سي للاكس يمر بالنقطة تذكروا لما كنا نحكي دائما لما يطلب مني مجهول ثابت ويعطيني معادلة لوج ويعطيني نقطة أهم شيء أطلع على النقطة هاي النقطة عبارة عن إكس وواي شو يعني إكس وواي؟ يعني هاي ال 64 بدك تعوضها محل إكس وهاي الستة بدك تحطها للمساواة بدك تحطها كجواب طب الله ورجيني كيف يعني بنزل المعادلة لوج الأساسي أنت محل إكس شو بدك تعوض محل إكس؟ 64 دائما الرقم الأول بعوضه محل إكس 64 وبساوي المعادلة كلها بالقيمة الثانية اللي هي 6 حلو هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية دايما حبايبي خراب بيتنا باللوج عشان تخلص من اللوج هذا بتحول المعادلة لصورة أسية اللي تحت أس اللي برا يساوي اللي جوا يعني بحكي سي أس 6 يساوي اللي جوا أربعة حلو أنا بدي أخلي سي لحالها يعني بدي أخلص من الأس ستة لأنه السؤال طالب منك قيمة سي عشان تخلص من الاس 6 بتاخذ جذر سادس جذر سادس باي باي صارت سي دائما الجذر الزوجي زي ما اخذنا في التاسيس باخذ جوابين يعني على الاله الحاسبه بتحط الجذر السادس ال 64 بيطلع 2 بس دير بالك قلنا دائما الجذر الزوجي يعني تربيعي رابع سادس ثامن لما بدك تطلع قيمته بتاخذ جوابين بتحكي مره اثنين ومره سالب اثنين كم جواب بتاخذ جوابين واحد موجب واحد سالب بس بدي اطلب منك طلب بدي اياك تفتح مخك شوي هسه هون بالدوائر طب استاذ ما في اتنين وسالب اتنين بس في اتنين ليه؟ انت بدك توجد قيمه مين بالاخر سي سي هاي عباره عن اساس اللوج زمان اذا بتتذكروا اساس اللوج كان له شرطين ذكرني فيهم ما يكون واحد وما يكون سالب اه صح والله فانا هنا طلع معي 2 وسالب 2 هدول قيم مين سي يعني بصير اجي احكي لوج الاساس سالب 2 لا اذا هاي تهمل طب بزبط احكي لوج الاساس 2 طبعا ما قيمه موجبه بظبط اذا سي قديش طلعت تساوي طلعت سي تساوي 2 فصفى موضوع الحل سهل انك انت بتنزل المعادله بتسا... بتعوض محل اكس 64 وبتساوي المعادله ب 6 حولتها لصوره اسيه هيها صوره اسيه بعدين بدي اخلص من الاس السادس او الاس التاسع، خلصت منه بجذر، جذر. الفكرة هون عشان تكون فاهم مش حافظ. لما تاخذ جذر بيطلع جوابين، 2 وسالب 2 بس احنا قلنا انه الاساسي الاساس باللوغاريتم ما بصير يكون سالب عشان هيك بشطب السالب، مين باخذ بس؟ الموجب. هسا لو طالب طب حلها بالدوائر ما في الا اثنين، بقول لك اه خلص طلع معي اثنين ويعطيك العافية. طيب خلينا ننتقل لدائرة 23 ببنك الأسئلة. السؤال شو قال لك؟ بدي مجال الاقتران، بس مجال ولوج. أنا بعرف هذا المجال إنه دائما هو ار موجب. صح بس هذا لما يكون جوا اللوج اكس لحالها. هنا عندي معادلة. لما يطلب منك مجال أو خط تقارب رأسي دائما بتاخذ المعادلة إما بتعملها متباينة وإما بتساويها بالصفر. بتاخذ اللي جوا اللوج وشو بتعمل؟ بتساويه بالصفر. طيب برضو احنا بنعرف لما يكون عندي اكس تربيع ثلاث حدود والمعادله تساوي صفر هاي تحليل عباره تربيعيه بالضبط فباجي بدي احللها عباره تربيعيه بحكي اكس اكس اول اشاره في خلقتك نزلها موجب بعدين بضرب موجب بسالب بسالب بدي عددين حاصل ضربهم ستة طرحهم خمسة بيجي طبل بقول لي ثلاثة باثنين بتقول طيب ثلاثة ضرب اثنين ستة طب 3 ناقص 2 بتعطيني 5؟ لا. طب نجرب 6 بواحد. اه والله زبطت. إذا العددين مين هم؟ 6 في 1. شكرا، هاي 6 الكبير وهي الصغير. هسا عندك طريقة إنك تمسك هذا القوس وتساويه بالصفر، بس طريقة صعبة وزنخة وطويلة. فبدل ما أقعد أوجع راسي جوه القوس شو القيمة اللي عندي؟ موجب 6. أعكسها. يعني بدل ما هي موجب 6 بتصير سالب 6. بدل ما هي هون القيمة اللي جوا سالب واحد اعكسها تعطيني موجب واحد فدايما بس تحلل ويطلع معك هيك قوسين واكس لحالها ما معها شيء بدل ما تقعد تاخذ القوس وتساويه بالصفر خلاص بس اعكس الإشارة بدل ما هي موجب سالب وإذا كانت سالب شو بتصير موجب هذا اللي طلعته اسمه خط التقارب الرأسي تمام باجي بحط خط الأعداد من سالب ما لا نهاية إلى الملا نهاية مين القيم اللي طلعوا معك انت؟ سالب ستة وواحد الصغير على الشمال والكبير على اليمين طيب كم قيمة عندي؟ قيمتين باجي بحكي نفس عكس نفس طب سد نفس وعكس يعني مش عارف سمعت ما بتزبط دائما لا بتزبط دائما بس اصبر عليه بس خلص بحكي لك متى ما بتزبط شو قصه نفس عكس نفس بطلع اللوج عندي اكس تربية باخذ اكس الكبيره اكس تربيع شو اشارتها؟ موجب اشارتها موجب فانا لما اجي احكي لك هاي المنطقه هاي 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 المنطقه نفس شو يعني نفس؟ الاشاره اللي عندك اللي هي الموجب نزلها نفسها طب استاذ افرض كانت سالب نزلها نفسها سالب يعني انت حسب اشاره اكس تربيع الاشاره موجب فبروح بنزلها نفسها موجب حلو هاي خلصت المنطقه الاولى المنطقه الثانيه هاي هاي المنطقه شو عندك انت عكس مش انت الاشاره اللي عندك موجب اه قلت لك بدي نتنزلها عكسها هي موجب عكسها تنزل سالب طيب هاي المنطقه هي منطقه نفس شو يعني نفس نزل الاشاره نفسها موجب هسا انا بدي اطلب منك طلب بس تخلص هدول اشطبهم مشان ما يوجعوا لك راسك نفسه عكسه نفس انا بدي مجال اتعود دائما انه مجال اللوغاريتم باخذ القيم الموجبه او المناطق او الفترات الموجبه شو يعني الموجبة؟ يعني ببلش من الشمال، عندي هاي المنطقة منطقة موجبة، من وين لوين؟ من سالب ما لا نهاية لسالب ستة. طب أستاذ هاي المنطقة عندي سالبة ولا باخذها بطلعش عليها، أنا بس باخذ المناطق الموجبة. طب أنا عندي هاي المنطقة منطقة موجبة. من وين لوين؟ من واحد للمالا نهاية. إذا صفى المجال من سالب ما لا نهاية لسالب ستة ومن واحد لما نهاية، شو يعني؟ يعني لو اخذت اي رقم بين سالب ما لا نهايه وسالب 6 اي رقم وطلعت عوضته محل اكس لازم الجواب شو يطلع موجب نفس النظام لو اخذت اي رقم بدك اياه من الواحد للما لا نهايه يعني اخذت 2 3 4 5 100 وطلعت عوضتها محل اكس اجباري لازم يطلع الجواب موجب طب طلع سالب حلك غلط طيب معلومه مهمه حبايبي لما يكون عندي طبعا أنا بدي أحكي عن المنهج أنا بالنهاية أنت اليوم عندك منهج أدبي، يا تدرس بمنهج الرياضيات الأدبي. أنا بدي أحكي عن الإكس تربيع. لما يكون عندك بالمعادلة إكس تربيع، زي قبل شوي، طلع؟ إكس تربيع. حلو. لما يكون عندي إكس تربيع بالمعادلة ويطلع معي لإكس قيمتين. زي قبل شوي، طلع؟ عندي إكس تربيع في المعادلة، كم قيمة لإكس طلع قيمتين. إكس تساوي وإكس تساوي. بدون ما تفكر وضمانتي ضمانتي بتمشي قصه نفس عكسها بتمشي على قصه نفس عكس نفس دائما دائما طب استاذ طبعا هذا الحكي هسه بقول لك وين حكيناه لما يكون عندك اكس تربيه وتطلع قيمه واحده ما بتمشي على نفسه عكس يعني اعطيك مثال اللي هو اخذناه احنا بالماده بسؤال القدرات اللي موجود في الكتاب لما اخذنا الدرس اخذنا سؤال لقي الاكس تربيه هون تطلع قيمه واحده اللي هي اكس تساوي صفر طب انا عندي اكس تربيع طلع معي كم قيمه قيمه واحده تنسى قصه نفسه عكس طب لو كانت لوج السالب اكس تربيع رح يطلع معك قيمه واحده انسى لي ايش نفسه عكس يا اما بتمشي على قصه نفس يعني هذا الخط كله بيكون نفس كيف يعني كله نفس يعني هون الاكس تربيع شو اشارتها موجب اذا كلياتها رح تكون موجب او بتجرب شو يعني بتجرب يعني بتيجي بتحكي انا عندي هون القيمه اللي طلعت معي صفر بتأخذ رقم اكبر من صفر تطلع بتعوضه محل اكس تربيع اخذت 10 مثلا 10 تربيع 100 يعني موجب ولا سالب موجب طب اعطيني رقم اصغر من صفر اخذت سالب 2 سالب 2 تربيع لانه تربيع بيلتغي السالب 2 تربيع 4 برضه طلع موجب فلما يكون عندي اكس تربيع يطلع جوابين خلص بمشي على نفس عكس نفسه دائما لما يكون عندي اكس تربيع تطلع قيمة واحدة ما بمشي على نفسه عكس وهذا الحكي وين حكيناه؟ حكيناه بالمادة لما شرحنا الدرس أخذنا كل الأسئلة تزبط على نفسه عكس إلا سؤال قدرات اللي هو لوج الاكس تربية وحكيت لك وهي ملاحظة اللي لازم تضلك متذكرها إنه لما يكون الاكس تربية جوابين نفس عكس نفس لما يكون عندي اكس تربيع جواب واحد إنساني نفسه عكس هيك أخذنا رفلش سريع من بنك الأسئلة لهذا الدرس اللي هو درس الاقتران اللوغاريتمي وبرجع بعيد لك اليوم الهدف من البنك انه انت تحل وبنفس الوقت انا اورجيك كيف بدي اتعامل اه كيف اعمل ريفريش اه تذكرت هاي كيف بتنحل الله يعطيكم الف عافيه المره الجاي درس والجزء الرابع